حبيبتنا لجين، كيف حالك؟ من 2018 واحنا نصحى كل صباح بدون نكتك على مجموعة الواتساب. انتي فرحتنا واخذوكي مننا. تعتقدي يمكن انه العالم كله نساكي، بس اطمني الموضوع مش كذا ابدا. كيف نقدر ننسى المرأة الشجاعة اللي قامت معركة كبيرة من أجل التغيير؟ من جد احنا ما نعرف ايش اللي اشعل ضوء النضال في داخلك، بس من وانت صغيرة وانت دائما تحلمي بعالم افضل. في 2013 بدأت بقيادة حملة للمطالبة بحق النساء في القيادة بالسعودية، إلين ما قاموا بسجنك. بعد 73 يوم من السجن قررت إطلاق حملة جديدة لنهاية نظام ولاية الرجل على النساء، وحاولت إنشاء مأوى للنساء المعنفات. في 2015 ترشحت أكثر من 900 مرأة للانتخابات لأول مرة في تاريخ المملكة، وبالطبع أنت كنت واحدة منهم، بس استبعدوك ظلم. أنت مو بس دافعتي عن حقوق المرأة في الوطن، بس كمان سافرتي حول العالم عشان يترفع مستوى الوعي عن النساء السعوديات. دائما كنت مؤدبة ومهذبة وصريحة وصامدة من الرغم من تعرضك للمضايقات والتهديدات. في 2018 تم اختطافك من الإمارات العربية المتحدة وعادوك قصرا إلى المملكة العربية السعودية ووضعوك قيد الاعتقال. 3 سنين من السجن التعسفي، عيونك لسه تلمع. 8 أشهر في الحبس الانفرادي وإضراب على الطعام، والآن تتم محاكمتك أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. كيف حياتك اليومية خلف القضبان؟ إحنا مرة فخورين بيكي، وما عمرنا حنتخلى أبدا عن النضال من أجل حريتك. عائلتك المحبة.